رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على رسول الله إمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الصادقين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درس ما إيروش تفسير الكشافي تفسير آيتين بستو تشار بستو بنج بستو شاش بستو حق بستو حشتايا بسورة زمر. أستعيذ بالله. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. معناوي بمقالة كردية بخوينين أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أري ما أوي كروجا قيامتي خوا بروي خوج عذابي جعذابي بيسو دجوار دباريزي دبي وكيي جعذابي أولا دبي وكي ويكسي كوج عذاب أولية مؤمنة بإطمئنان دي دايما معلوم أف وكي سيدا إذا ما شري بيجي أف خبر منية من مبتدايا خبر محذوفة أو جي أوا وكي كما كنتي دبي يكون كمان هو مطمئن آمن من العذاب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أيكون حاله كمن ليس كذلك. إجا ويروجي وقيلة ويروجي ده تيغوتين جزال مرة تيغوتين زوكو ما كنتم تكسبون ده جزائي كنهن كوا بخوة كري بتشيجي جزائي كنهن كوا بخوة كري معلوم ما زوكو ما كنتم تكسبون نكو أو تشتكو كسب كرنا زوغناكن بلكي وعذابي بتشيجن أو عذاب جيه تشتيا كنهي وي كسب كرنا نكو عذابي كسبية بلكي جنه عذابي جنه كسبية معلوم كسب نه جنه بيش ما عذاب جيره بيه أو جي مضافة دودي تتعطي كرن وشي جنه قوة بخوة كري بيشير. كذب الذين من قبلهم أوين برياوان يعني مشركي مكي الخطاب جو مشركي مكي رديسا كذب الذين من قبلهم وان شكر وان اوين باوريا بري بريا وانجي باوري ببيغمبري وخناني عن كذب يعني كذبوا رسولهم كذبوا الرسول الذي ارسل اليهم معنو مراد ايش كذب الرسول تشيا خلاصة معناه معنى كردي دام ديجن باوري ببيغمبري خناني لو اقل لفظي ام معنى بك كذب الذين من قبلهم كذب رسوله لو كذبوا رسولهم يعني بيغمبر اخو دروان دروي قلبات يعني اجبر اخو بيغمبر اخو الكوتن حاشاهم دروان معنى كذبه يعني كذبه يعني نسبه الى الكذب نسبه الى الكذب وكوتن من كفر مسلما لو يعني من نسبه الى الكفر كذب يعني كفر كذب نسبه الى الكذب كذبي إجا لازم معناه أن بيجن هذا كرة كرديك وأن بيجن باورين هالين أو لازم معناه شو كأجر كذبها به يعني بدر دراوين بدراوين يعني والدراوي بقلبين يعني جي جوارا بيجن هم دراوات كل معناه ويشيا معناه بيجن باورين وان نالي باورين بيرا بني خوان نالي بني إجا بشتى بيجي بيجا عذاب خدا جيكي كوان حزر ندكر بسر والدا هاد فأتاهم العذاب سرواندا عذاب هاد إش كي علي بجي من حيث لا يشعرون جوي جيك وان حزر ندكر وان تفكر ندكر حزر ندكر كو إجوي دي جوار وري تكون معلوم أبقى إشارات القبال تشيا لما كي عذاب نكو عذاب أخروي فقط نما يعني عذاب دنيوي وأخروي يعني هم دي آخرة دي دهيش كو يبقى آياتا وري بيان بكي جبي لفظ تفهمي او من حيث كوكوت يعني من حيث لا يشعرون او تفهمي كو او عذاب عذاب كي اخرت التنينين اي دنيا يجي اجا اي تفصيل اوي بكي فاذاقه اجا كا قالوا شيء او عذاب كل دنيا الواهاتية
تفصيلا هذا آية بسجل شاي بيجي بيجي الله تعالى يعني أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا الله تعالى للدنيا رسولاتي بوان دا تشيجان دن أذاقا دا تشيجان دن دا تعمان دن أذاقهم الله الخزي أو رزيلي أو رسوائي في الحياة الدنيا جوا جنكم معناوي الدنيا الثانية دا عذاب جوالها هي هي أخرى تجي هي وهر هر واجي ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون يعني براستي أجركو بزعلبين وفين بكين همن عذاب آخرته مظنطرة ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل صوند به مد ذي قرآن ده جبو مروبان جبو إنسانا جهر مجاري ميناك دايا يعني جهر مجاري كفايدة بدي و ما ميناك دايا أو مرات جبو مجاري مجارك معينة و المجار المفيد أو مجارك فايدك سودك جبجي و بي ورقران يعني سود بدي يعني فايدة بدي فايدك تدهب بي داكو أو جي عبرتو شيرتي بقرن جوتشي لعلهم يتذكرون داكو أو جي جوي مسألة جوي دارو مسألة عبرتو شيرتي بقرن قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ما أف قرآن بزمانك فصيح وبيخ وهري هنالتيا معلوم دي لفظ عربي براستيجي دي زمان عربي إيرو مشهورة كتاب من عربي وكتب من زمان عربي لعروبت عروبت يعني لفظ عروبت أصلي قد معنى فصاحته بل زمان عربية قرآن زمان عربية لبزمانة كي فصيحة وتيرة رسالة تيغنبر بكي تيرة معانية وقلت على دخوازي تيري بكيها على زمان عربي خيبتها ويأود شما قرآن عربي القي أوجي نعمتك قلت على دبيجي القرآن العربية بلي أو قرآن بإعراب أخوة باحتمال معانية بلفظ زيدة زيدة وان ألفاظ نيزيك ترادف لهر هر لفظك معناك إفادة بك نزلنا أنزلنا نوع يعني حمي فرقك واتدة لفظ وظاهري ومطبقي معنى ويك لبهمزيك بضميك بفتحيك بإعرابك بجهراندنك بتقديمك منفصل بمتصل متصل بمنفصل إياك نعبد نعبدك تمام أذ إشارتي ذي تعبيرنا شما قلت يا قرآن عربيا ها يعني أو نعمتها ويتشيا بل أذ قرآن بزمانك فصيح وتير وتجي وغير زي عوجين بيخ وهري هنارتيا يعني قرآن قلت على هنارتيا داكو خوا بي يعني بذي قرآني بمعنى قرآني بأمر نهي قرآني جو كفري ببارزن دواكو خوا جو كفري جو عذابي وج عذاب آخرته بقارزن قلت على القرآن تبرا شان ديا أما معنى كي إجمالي جيوسا إشكوش تفسير إش تفسيرا ما هنار ديا ما اختصار كريا أمو يجي بخوينن أم دوا أم هنا ليش لكن شو كم معنى هما تقريبا قلت ليوسا عربي جي خشتي لا يستوي لا يستوي المجرمون والمتقون يوم القيامة يه مجرم ويبقوا قد تقوى وإيمان رجع قيامته نوكي هذا فالمجرمون الكافرون يأتون يوم القيامة وأيديهم مغلولة إلى أعناقهم أبجي حكمة أبي بيان كنوا شما يتقون بوجوههم شما بالروية حفظة خدكن دليل أو نوا أيديهم مغلولة إلى أعناقهم دستي وقري داية نكار من دستي وقف محافظة فلا يستطيعون أن يدفعوا بها سوء العذاب عن وجوههم نقل شدكن يضطرون إلى تلقي العذاب بوجوههم إذا ويقال له تبكيتا وتقريعا اشترب خزنة جهنم اشترب وان ملائكتي بارترسيار جوارة شتي قوتين ذوقوا العذاب الأليم جزاء لكم على كفركم وإجرامكم في الحياة الدنيا تمام اللي جاي مؤمن شوا حالي واجيا والمؤمنون المتقون يأتون يوم القيامة آمنين دأمان دا مطمئنين لا يحتاجون إلى اتقاء محظور مخوف نحوجويا وان احتياجيا وان بيدريا وان تنك وحفظ أخوة إج عذابك إج أزيتك إج نخوشيك إج ترسك بكن يتشتكي كوا بترسيني تشتكي واتنا
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذبت الأمم السابقة رسلها، شو ما قلت، فصب الله العذاب على الذين كذبوا رسله وأخذهم بغتة أو عذاب وان دقريب بالنشكابة وهم لا يشعرون. فأخزاهم الله في الحياة الدنيا بشيء بما أنزلهم بهم من العذاب والنكال، وإن عذاب الآخرة أكبر وأشد نكالا، يعني بزحمتي بإيش من عذاب الدنيا لو كانوا من أهل العلم والنظر والتقدير. أقر شخوة بفكري أنا، أقر في شروج أخوة بفكري أنا، قلت أنا حالة حالي ما أتقال صحبا أمتش ما خد بيخن دبان تهلي كان دا مادم خداي ما خالقي ما رازقي ما يكو أم هات دانا دنياي، يكو أف رزق دايا ما، يكو أف اتمئنان دايا ما، يأف وشي دايا ما، اجمع عبادتي تخوازي إيماني تخوازي أم بكر ويشاهي نتكتن في عذاب هذا. ولقد أراد الله تعالى أن يقرب المعاني من أفهام الناس، نوى أجيد حكمتها تشيا، يعني حكمتها ضرب مسألة، شما القرآن إذا أمزح ضرب مسألة بين تشبيها، نوى أهول من بيت العنكبوت تيقوتين، أولئك كالأنعام كالأنعام تيقوتين، تشبيه تدهيا، ضرب مسألة تدهيا، مين تدهيا، شما حكمتها ويها أن يقرب المعاني من أفهام الناس. وان معاني قوات على تفاضي بيان بك شبو كنيزيك بك شبو فهم انسان را، فضرب لهم الامثال في القران يجي هو نوع الامثال فيه نيك مسداني شن شن ضرب مسد جوارتيني زياده في تقريب المعاني زياده في ايضاح المعاني لعل الناس يفهمون ويدركون ما اراده الله تعالى ولعلهم يعتبرون بعبرته بسطن بسبب ما بيتشتكوا قصه عليهم. وقد جعل الله تعالى القرآن عربيا، ها وتعالى القرآن بزمانك رحات سبيق بكري تيرو تجشان ديا عربيا بينا واضحا واضح لا لبس فيه ولا غموض التباسيتنا شتيتنا غموضيتنا حتى زيديت شتيت شوى يعني آياتك تدم على سيم على ليت كذي موسي شار معنا جيت الفيبي سي يعني تيرو تجيب دولة مندة ولا عوج ولا انحراف لا لبس فيه ولا غموض ولا عوج نا التباس هي نا قرتيه يعني نغامده نن كفشه ولا عوج خهريتيتنا ولا انحرافه ميلا شحقيتيتنا ليفهموا معانيه ويتقون به الله هي معنى وخدا او رسالات او 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 او, أو كتابه وجواره شاندي مره شاندي امي معنى معنى فين بكين وأمي بواسطة ويه فهمتنا وان معانيا جي أمي حفظة وش عذابي بكين وأمي إش عذابي خدا إش نكالي خدا إش خزيا خدا دور بكبير. أفمن يتقي وجهه أما كا إجا التقى بتش معانيتي قالوا التقى دبي سيدا إذا مخشيت بيجي يقالوا اتقاه بدراقته اتقاه اتقى اتقى فلان زيدا اتقى زيدا بدراقته بدراقته يعني بترسه بو او اخوة يعني شو بنجر الترس مرطال 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 ابل عينا مرطال بمرطال اخوة اخوة محافظة كده يعني شو يعني استقبله يعني استقبل زيدا اتقى زيدا يعني استقبل زيدا بها بوي ترسي بوي مرطالي فوقع بها بوي مرطالي نفسه كيجي حفظ نفسه واش كيكب إياه زيدا استقبل زيدا يعني استقبل زيدا بدرقته بدرقته فوقع بدرقته بوي درقته أخوة حفظ شكر نفسه شكي زيدا يعني وقع نفسه من زيد بدرقته عساس خلاصة معنى مصدر أي وقى نفسه من زيد حفظ أخوش زيد كر بتشي بدرقته بيترسي هو إجا تخيب قلتني قلتن اتقاه بيده معنا ويتشي يعني أو شي تقولن جانا اتقاه بدرقته تقولن يعني حفظ أخوة بترسي كر يعني حفظ أخوة بجدسي وقت إذا بدأ تشي معلوم اتقاء بوجهية تبك إسيدا إذا مخشي تخوازي بيجي يعني إذا بدأ ده وين معنى ترجح دقيقة يعني خواز تشتكي دستي وضع تنجمو دستي دستي وضع نا القريدة هي بتشيب أو تشتكو ناي زورة حفظة خمو بكي أو جيكو وجهة
حفظ أحوال كرين. مرد هرشتي عفوا عفوا. أنا معنا سيا بيجن. سيدان مرد مرد هرشتي لدر بره خوش بكو درب نيز سر شعري مرد. بلا بلا بيجي سيدا اذا اه ايطان ناس وسيا معنا مليخن اما سيا معنا ليخن اما بلا سيدا اذا مصيح يخو بيجي اما معنا السياجي ليبن بلا تشوفوا يان اتقاه بوجهه نوا ياجي اتقى ام بيجي وجه ذكر الجزء مراد به كله يعني اتقاه بنفسه ياجي اما معنا السيا سيدا اي بيجي ابن عطية باش وتقديره اف معنا تقديره تشيا شما دردي سيدا اذا مصيح تشيا قد بتقديره معلوم دردوي نحو يعني دردوي دردوي خلاصة معناه نحوته في إفادة خلاص به شو أفمن أفمن يتقي أو من مبتدا يعني نخو خبري به كيا خبري محذوفة جبوكو به خبري جمرة بيجي بيجي تقديره سيدا إذا ما شئت بيجي تقديره تقدير الكلامي أفمن يتقي بيوجي سمع عذابه أفمن مبتدا كخبر أم خبر كمن أمن العذاب حالي بيوكي ويكسي كوج عذاب امين به فحذف كما حذف في نظائره شو دبان جي وسادة يبري جي درباز بو لودا جي مقول شي مقول خبر شو يحس به أفمن كان كذا حاله كمن هو كذا يعني أف دائما بيت فعالي ده زحف نصيري به أنا خبر بشي حس به سوء العذاب مراد به سوء شو مقول يا سوء يعني شندان تيب مقول بيس ما ده والقرى أخوي كردي ده جي مقول عذاب بيس يعني مراد عذاب بيس كنايته مراد بيس شدته وياه يعني شبوك وهقص شديدة إنسان يقول بيس بيني يعني بيس بون كنايته بيس شدته ومعناه أمي ميزن كا ما قلت اتقى يقال اتقى بدر اتقاه بدرقته يعني استقبل به معناه يبوت شنو خلاصة معناه أن الإنسان إذا لقي مخوفا يعني ما يخاف منه ما يخاف منه شاخي راسنا تشتكي كمو نورمال جي بترسي اذا لقي مخوفا من المخاوف جوان مخاوفه استقبله بيدي نورمال حال لما نورمال حال الانسان او كو استقباله بيكر بدستي يعني دستي قد بيش يا حتى انه طلب وطلب ان يقي بها بيده دستي اخوان محافظه بكتشي وجهه شما لانه لان الوجه اعز اعضائه عليه ان عزيز ان بقيمه او حقيقه الانسان بحمد اخوانه ما شغل تشتكي او دكي او نز دي خد بيشا وجه اخوا يعني راس تشتكي وري طاريتيه كي هبه شغل كهري او لي تشتكي دست خد بيشا وجه اخوا لو معلوم دي وجه ده انت تشتي مهم شيء يعني انا وجه وجه مراد وجه تشيا شعب الودي اوز الودي دبل الودي ان تشتي قيمه دي بقيمه دويد مجيه انسان او هرشتي انسان معلوم دو وجهه دايا جبوي او اعز اعضائي عليه اجا هو الذي يلقى في النار يعني كسي كنتي عارفين ده اجيب ده او بدست اخوة حفظ اخوة ناكي شكو بي يلقى مغلولة يداه الى عنقه دستي بي يلقى حال كونه مغلولة يداه الى عنقه ده حالتي كو دستي بي بسطويبة هاتية قريدان إن اخوة فلا يتهيأ له جيرا نممكن نبي كان نإمكانك أن يتقي النار حفظ وجه آخر بك إلا بوجهه الذي لا بوجهه إلا بروي إخوة أوي كان يتقي المخايف بغيره شاري أوي يتقي يتقيها يتقيها يتقي الوجه المخاوف من المخاوف بغيره بغير وجهه إلا بوجه حفظ أخوة بشدك ويرويكو نورمال حفظة ويروي ذكر بتشتكي دم كودستا اتشما وقاية له ومحاماة عليه شبو حفظة وي وجه بك وي بباريزي وي وجه هو بباريزي لبلي ايرو او دمكان جيرتنا دستي ويها تيجريدان مجبورك وشبك مجبورك تشتيك دم حفظة ما قلت اتش كان يتقي المخاوف بغير وقاية له يعني كان يتقي وجهه حفظة وجهه ذكر بشيء آخر هم كيكو دستة وقاية لوجهه وقاية له يعني لوجهه أو الضمير راجع لوجهه أب معنى كه نوسى أب معنى كه معنى الدعاء يا أخي وقيل معنى الدعاء الثاني المراد بالوجه الجملة فيكون من ذكر الجزء وإرادة الكل أو تبي مقصد ذكر الجزء ومراد به كله يعني يتقي النار بجميع جسده بجميع بدنه
تمامي بدل إخوان. يعني أظلم ذات آيات كتاب ومن أسلم وجهه لله يعني نفسه يا كل إخوان يعني جل وعلا ما خلص. بلي بلي. جيرتي يعني بلي بلي شو يعني ذكر الجزء مرات في كل هي يعني وجهت وجهي للذي فطر السماوات مع يعني تمام إخوان يعني مراد وأغلب وسايا يعني. أو وقيل نزلت في أبي جهل معلوم أو تدل كيوتنا يعني لا وجه له أن بيجن احتياجي بال ثنا كان معنا السيا بيجن معنا السيا مجد بوتشيا قال ابن حيان أو معنا أو جخواش حقيقة قال ابن حيان وقيل المراد وصف كثرة ما يناله من العذاب مثلا وصف رات يتقي وجوتشيا مراد بإفادة عذاب مظن يعني كاتش قص عذابك مظن تجيره شما يتقيه اولا بجوارحه دمك بالدست اخوه باللنج اخوه بهر اوايا تشدك حفظ خشوي عذابتك فيتزايد او عذاب هيتي حتى يتقيه بوجهه الذي هو اشرف جوارحه حتى يعني اوكي بوجه غايتها يعني هي باشيه دست بدها تشتكي نامينه أشرف جوارحي بكدس وجهه بوي حفظ قوتك وهذا غاية العذاب قلت يا أبجي إشادة بال عذابك حقيقة معناوي عذابك بر مظنة إجا ابن عطية بيجي وهذا المعنى عندي أبين بلاغة دليل أخوة جيشتيني شو قلت بيهني مثل عربي دليل بي يلقى السيوف بوجهه وبنحره يلقى السيوف بيجي بكل مجنن بهر مرطالي بهر ترسي بهر زرخي وبكل شيء بهر أواي حفظة قد السيوف حتى بوجهه وبنحره حتى بريخ وبسطيخ وجهي حفظة قد أب كناتش بيش شيء كناتش بيش مصنعية عذابية قلت يا سيدي ابن عطية قلت يا أب معنا السياج مرة واشترت على كل حال بسطيخ ويا بالسنج يا أخو عفوا لبي نحر سنج يا سطيخ نحر ولا يعني جورا بنستو سينجو جورا سينجو بنستو يعني ودي نحر مقام تدي ونحر ونحر المشرق اللوني بين 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 صدري ونحري قد يبقى يصير نحر هنيك جورا صدري نبو نعم انا منين انا ونحر المشرق اللوني او سينجن سينجن سينج سينج او قفص سينج ما باسوي بلي وقيل نزلت فيها بجهل مجود او تمام اجا وقال لهم خزنة النار سيدة اذا مخشيت شما بيقول افتر قصداوي وقيل ذوقوا تيبو دنيا وقيل للظالمين وقيل قالوا او قائلك يا اف سيدة اذا مخشيت خازي بيدي تفسير قائل بك بيانا قائل بك دمك يكو جوارة دبيجن ظالمة ربك يا خزنة النار دبيجن ذوقوهم بتشيجن وقال نما كنه ما كنتم تكسبون او مضافكم ما تقدر كلمه قلناه وبال ما كنتم تكسبون اجا قوله تعالى من حيث لا يشعرون معنى ذي يعني من الجهه التي لا يحتسبون جوي جهه جوي اليك حزراوين هكذا ولا يخطر ببالهم ان الشر ياتيهم منها قد نايب يراوى نايب قلبي وادا ناكبة قلبي وادا كوئي الشر وعذاب نقوشي جوي آلي وري بينا يعني بينا أو معلوم لغة في بينما بينا تيكوتن بينما تيكوتن يعني دوي حاليكو هم آمنون دأماندنا رافعون كيف خشن شد بي إذ فوجئوا من مأمنهم آندن شنش كابا جي مكان أمانوان تشتكي في سري و بس الشاب الكراد به نما يعني ام بين بابي سوق الكراد به يعني تسونامي جد به زلزلة عرض هجك جد به اخوة تعالى او مصيبة الدنياوي جد دي و والخزي الزل نما والصغار يعني معلوم ما يقول كما يقول رسوايتي يعني رسوايتي زليلي حقيري كالمسخي وكي مثلا قوم بري كمسخ بوبون خسر بوبون قتل جلا سرقون وما أشبه ذلك من نكال الله جوان عذابه دنيوي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا تركيبه شيء قرآن عربيا
حال مؤكدة يعني حالك نا يعني أو نا حالك كو مفارقة نوا يعني حالك ثابتة حالك كو ناقد نوا قد بيجاء زيد راكبا لما جانا راكبة جانا نراكبة النقل أنا كي جانا عربية نوا جانا نعربية جبوي أن بيجي حال مؤكدة يعني حالك أو حالها مؤكدة يعني ثابتة يعني ناقدة نا عربي تيش قرآن قتة نجي قرآن جوي قرآن قتة شو معنى ما هو مقروءا يعني نوا يعني قرآن الناس في هذا القرآن قرآن أو قرآنا بمعنى اسم قلة معنى هنا بيخن حال يعني حال كونه مقرونا مقروءا عربيا دون مصدرة ومعلوم أغلب النحوية جدكم مصدر ولا إمكان هبه أم تأويل بكم باشا ولا تجزها بلا تكلف بناء ابن مالك بلا تكلف يعني بتكلف نابع أجر تكلف يجي أمكار من تأويل بكن أم تأويل كن شبوه أم قرآنا أم تأويل كن بتشي بمقروء أنا سبحانه دي بيجي وصادجنا جاني زيد رجلا صالحا أفضل بجاء قرابيا منصور حالي أي ضربنا للناس في هذا القرآن في حال عربيته وبيانه وذكر قرآنا توكيدا كما تقول جاءني زيد رجلا صالحا فتذكر رجلا توكيدا وقال صاحب الفرائد يمكن أن يقال قرآنا حالا بتين نبي أم نبي قرآن أو بعربيا حالا لنجي قرآنا وكي تأخذ تأكيد يعني محمد تأخذ تأكيد بينا أم كان بي قرآنا قجي حالا بلا أو قرآن حال بي وبلا عربيا صفت بي يعني لولا لأن القرآن مصدر فيمكن أن يقع حالا بمعنى شيء بمعنى أي مقروءا عربيا وقال أبو البقاء قرآنا هو حال من قرآنه مرتئة يعني هاتية جبو التوطئة جبو ريفكرنكي ما بعد إخوانا نوا ما بعد إخوانا كو عربية ها والحال في المعنى قوله عربيا أو يا أصل كو دبي حال عربية دبالي أمي قرآنا بخن حال ومرات بي عربية توطئة جبو عربية دي. حال مؤكدة كقولك جاءني زيد رجلا صالحا وإنسانا عاقلا شوف أو رجلا جبو توطئة صالحا هاتيا إنسانا جبو توطئة عاقلا هاتيا ويجوز أن ينتصب على المدح أم كان بيجن منصوب سن مدحية شيء مدح يعني أمدح قرآنا عربيا أعني قرآنا عربيا غير ذي عوج يعني مستقيما مربي أو مستقيمة بريئا من التناقض تناقض تيتنا والاختلاف ناقوكي تيتنا واختلاف تيتنا الزدية تاوي نينا شهبو درا بل إجابة دا سيدا إذا مخشري إلسان أوي بشكل سر غير زي عواجين دي بكا حكمة تاوي تشتا فإن قلت فهلا قيل مستقيما بما كبوتا مستقيما تشتقوم يا كبوتا غير معوجين تشتقوم بقلت فيه فائدة تاني إحداهما شاهد كنت بيه غير زي عواجين يعني وكي يكون نفيا نكريت يكرم يعني أن نفي أن يكون في عوج قط نفي أن يكون في عوج قط يعني شوفوا شخي كوزي عوج تيتنا بنخوا عوج قط عنتنا نوسا وذلك من تاريخ الكناتي فإنه إذا لم يكن صاحب عوج أجر نخوة دي عوج به فأن لا يكون معوجا فبالطريقة الأولى أو بطريقة أولى نخوة معوجة نخوهرة كقوله ولم يجعل له عوجا يعني أي لم يجعل له عوجا وكل ما يقال له عوجا يعني نعي وجه ونتشتكي كو عوجه ربي قدن أوجي جئتدة الله وكل فالنكرة في سياق نفي وكما قلت تفيد العموم ولم يجعل له عوجا أب معناك يعني أبس حكمتك فائدهك وفائدة دواجد به فرقنا بين عوجه وعوجها يا أخي فرقنا بين عوجه وعوجها يا أخي أن لفظ العوج مختص بالمعاني دون العيان يعني تشتكي معاني به متبيع عوج اگر اجبو ما دمك معاني عوجه لازم امزو تقدير بك ام بخو عوجه نكو قران عينه يعني ها ام بدي جيب بخوين دبي والثانيه ان لفظ عوجه مختص بالمعاني دون الاعيان معناه دبي ان المطلوب ان يقال ان معانيه صحيحه مستقيمه يعني المطلوب يكون ان توازن او يكون بين معاني قران صحيحه وراست لا ترى فيه اختلافا ولو كان من عند الله لوجد فيه اختلافا كثيرا فلو قيل غير معوجين لفهم ان الفاظه مستقيمه شان قوتا نمع وجه بل يمين قوتا راسه مع الفاظه مستقيمه ايه وهو ولا كانت تكرارا
شوف معنى قرآن عربيا دل على ذلك، لو قرآن عربيا معناه وشيه معناه إذا مستقيمة راستة فصيحة واضحة إذا أو غير معوجين فايدك يوي ندبو ما ليش هاي كوكو غير زي عوجين غير زي عوجين أو إيش أخي فايدك يتي دميني ده مكي معاني ويجي نلا ألفاظ التانية راستة مستقيمة معاني ويجي مستقيم مثل قال الزجاج العوج فيما لا لا يرى له شخص يعني معنوي بها إيه وما كانت شخصا قلت فيه عوج أجر شخص به قلت به عوج فتحيا مثلا تقول في ديني عوج وفي العصا عوج نحو فإذا ما دامك عوج تشتي معنوية لابد من زي لو لأن مصفي قرآن ددن يعني أي غير ذي معان مائل عن استقامته يعني أف قرآن نخوي معانيكو خهرة أو خهري يمعانيها يعني. وقيل المراد بالعوج الشك واللبسون ده جبوتي شو عوج بيد مراد به يعني غير زي شك يعني جبوتش لولا او قرانا عربيا ابهات اشاره تنبيك والفاظ مستقيما اجا غير زي عوج يعني عوج لا معنى خوهريه ام بيجي معنى الشك والالتباس يا ويجي او مع فايده كي دواجي دي في مشكو وانشد يكي كنت حب القران ده جبوتيتش جبوتي وقد اتاك يا رسول الله يقين هو ابيجي يعني هيك عرب جي كاتخي كو استعمال كريا في شكل كوتي كوتي يقين غير زي عوجا يقينك نخوة عوجا يعني نخوة عوجا شو يعني الشك وشبهة دتنا من الإله جو خداي تعالى وقول غير مجزوب قولك راسو درست أصابكم الله خيرا كثيرا أصابكم الله خيرا كثيرا خير ومزكاً.